اسمح لي أستاذ يوسف زيدان بداية أن أختلس من عمري هذه اللحظة الجميلة دقيقة واحدة لكي أوجه تحية صادقة وحارة جدا لهؤلاء الشباب الذين سهروا على تأطير هذه التظاهرة. لقد وهبوها أشياء كثيرة. أؤكد لكم أنهم كانوا يقضون الليلة يسهرون الليلة إلى حدود الثانية والثالثة لكي ينهض هذه الفعاليات على هذا البهاء. لذلك نشكر لهم كل الجهد الجهيد الذي بذلوه، وبالمناسبة هم خريجو مهرجان تويزة، نمطرهم مرة أخرى بتصديقاتنا. لا جدوى الجدال الديني، طبعا سأكون مختصرا، لست في حاجة لتعريفكم بعناوين مؤلفاتي الرائع الكاتب والمبدع والمفكر يوسف زيدان الموزعة بين الفكري الأكاديمي الفلسفي التراثي، ثم هذا الجنوح الساحر نحو اختبار قدرة المتلقي على سلوك أو الإمساك بجدائله السردية. لذلك سأحيل عليه الميكروفون، خصوصا وأنني أتهيب كثيرا من مثل هذه القامات. مرحبا بكم جميعا، ومرحبا بأستاذنا يوسف زيدان. الصوت كده واصل؟ لا لا لا، أنا حاتك. طيب، على ما أجيب الحامل لازم يعني نقول في البداية إنه نستنى الحامل. يعني قبل ما يجي الحامل او من قبله ومن بعد لازم اشكر فعلا مش مجرد مجامله الناس اللي جت من مدن اخرى في انحاء المغرب كده. الصوت كويس ده احسن. فبقول اني بشكر فعلا مش على سبيل المجاملة، إنما على سبيل الامتنان العميق للناس اللي جت من خارج طنجة ويعني وتعبوا نفسهم مدفوعين بهذا الشغف المعرفة، الشغف اللي هو بيبني الأشخاص والدول والأمم. ويمكن أنا لما بشوف هذا الحماس من الشباب وما فوق الشباب وهذا يعني السعي من مكان بعيد إلى مكان بعيد للاستماع أو المشاركة أو كده، أنا على فكرة صوتي طب ما تجيب حامل أو كوباية نحط فيها. صحيح، طيب، في انتظار الحامل. وطبعا لازم كمان نشكر المنظمين المهرجان، لانه في الحقيقه فعلا بيبذلوا جهد كبير وبيحسنوا التعامل مع الناس سواء الجمهور او المحاضرين. يعني ده لمسته، وايضا لا اقول ذلك مجامله لهم، انما هو من باب الاقرار بالحقيقه. طبعا انا مش عارف هتكلم ازاي وانا ماسك دي، لان ده بيديني احساس اني مغني والله. فبفضل اهو رئيس المهرجان قال لي ما هيجيب حاجه. طب ما ممكن نقعد نحكي كده شويه على ما يعني نتكلم عن الدنيا واحوالها انا عموما المحاضره عشان موضوعها واسع فكتبتها في ورقه اهي، ممكن اوزعها عليكم. على كل حال وحفاظا طبعا على وقتكم، انا اخترت عنوان في البداية ترددت قليلا ما بين إعادة
طرح وتأكيد محاضرتي أو طرحي السابق في هذا المهرجان الذي كان تحت عنوان الثقافة تصلح ما أفسدته السياسة، ثم وجدت ما هو أكثر إلحاحا متمثلا في عنوان محاضرة اليوم. هي كما ترون يعني ثلاث كلمات، ومن باب الضبط الدلالي وتجنب التشوش أرى أن نتوقف عند كل كلمة منها بشيء من التوضيح حتى يتضح المعنى وتتجلى يعني دلالة العنوان بنصوع، وهذا يقطع شوطا كبيرا في الوصول إلى الفكرة التي أريد أن أطرحها. والكلمات الثلاث لو سرت باتجاه عكسي لا جدوى الجدال الديني، وبدأت بالدين وهو كلمة واسعة الدلالة جدا، وكل ما هو متسع الدلالة مخيف. لماذا؟ لأن دلالة اللفظة إذا تعددت وتطورت عبر التاريخ وتشعبت في مسارات عدة أصبح من العسير أو على الأقل ليس من السهل ضبط معناها في الأذهان، وعدم الضبط الذهني للمفردات والدلالات والأفكار هو الذي يحدث الفوضى التي تكون أولاً في الدماغ، ومن أدمغة الناس تنتقل الفوضى إلى الواقع المعيش. وإذا ألقينا نظرة عابرة على المنطقة العربية نجد ما أقصده من فوضى العالم. لكن الآن لن أقفز إلى هذه النتائج الختامية، دعوني أولا أو دعونا نتحدث عن الدين. الدين في مطلق دلالته هو الصلة بين الأرض والسماء عبر اعتقاد لدى مجموعة من الأفراد قليلة العدد أو غفيرة. ولا يكون الدين أبدا فرديا، وينقسم بالقسمة الأولى الضرورية إلى قسمين: اعتقادات عليا تتطلب الإقرار والتسليم بها، ثم عبادات تنتج عنها شرائع تدير حياة الناس، أو بلفظة أكثر تهذيبا تنظمها. ففي الدين، أي دين، هناك الجانب الاعتقادي والجانب التشريعي، وفي أي دين أيضا هناك طبيعة أولى جوهرية لهذا الدين، وهي لا تخرج عن قسمين. كل ما عرفته الإنسانية وسوف تعرفه من ديانات لا يخرج عن أحد هذين القسمين.
أما غنوصية أو رسالية. غنوصية هذه الكلمة العربية مشتقة من الأصل اليوناني لها الغنوسيوس أو العرفان المباشر، أو تلقي معارف أو حقائق أو تصورات دون وسيط مخصوص. فمثلا الديانة الفيثاغورية ديانة غنوصية، الهرمسية ديانة غنوصية، الديانات القديمة في مصر وفي قلب أفريقيا وفي جنوب العراق وشمالها ديانات غنوصية، يعني هي تعتمد على أن الإنسان به أو فيه طاقة روحية يستطيع من خلالها أن يتماس مع الوجود غير المنظور، وهذا السبيل متاح لكل إنسان من حيث هو إنسان، يعني كل بشري به من القدرة أو الاستعداد على الأقل إلى التماس مع المطلق الإلهي، وبالتالي لا توجد خصوصية لإنسان دون آخر. صحيح أن عبر المسيرة الطويلة لهذه الديانات الغنوصية تلمع أسماء نقول إنهم أنبياء، بمعنى النبوة أو الارتفاع الذي يصل إليه بعض الأفراد عن طريق الغنوص أو المعرفة المباشرة ومداومة الصلة بالسماء. ففي الزرادشتية مثلا، دقيقة، صوت كويس كده؟ أنا حر كمان أهو. في الديانة الزرادشتية مثلا، وهي إحدى الديانات الغنوصية، بيسطع اسم زرادشت جمسب. في الهرمسية هناك أسماء كتير، لا يزعم منهم أحد بأنه الصيغة النهائية للدين. حتى في فيثاغورس، وهي ديانة كانت كبيرة بالمناسبة، يعني لا يتسربنا إلى أوهامنا أن من قضى من الديانة ايه يعني مختلف. لا بس نشيط ومتحمس ومحب ومبتسم، جميل. على فكره الناس اللي ورا في اماكن هنا في ممكن يتقدموا بدل الزحام ده اللي عند الباب، اتفضلوا هنا. الله. اقعد هنا. ايوه تعالي تعالي يا باشمهندس، اقعد يلا. ايوه كده.
بص المنظمين اجتبحوا قال لك ايه في هذه الديانات الغنوصية أو في الجانب الغنوصي العرفاني من الديانات لا يوجد احتكار فردي لجوهر الدين، وإنما يوجد أنبياء بالمعنى العبراني للكلمة وليس بالمعنى الإسلامي بالمناسبة العربي، إنهم من يجددون الدين ويشيعوا فيه الحرارة اللازمة عبر خبرات ذاتية. حتى أن من أشهر يعني مؤسسي هذه الديانات فيثاغورس كان يؤمن بالتناسخ، هكذا عقيدته يعني، وكان يذكر أنه عاش حيوات سابقة، كان في مرة شجرة وكان إلى آخره. أيضا الديانات التي عاصرت المهاد الأولى للحضارات في المناطق القديمة، مناطق الأنهار، سواء ما كتب منها كما حدث في سومر أو في مصر القديمة، أو ما لم يكتب مثل كثير من الديانات التي لمعت حينا ثم انطفأت. في هذه الغنوصيات لا مجال للاختلاف حول الحقيقة الدينية. لماذا؟ لأن المفهوم الجوهري للدين قائم على أنه خبرة فردية مباشرة، فقد يلمع نجم من نجوم المؤمنين بهذه الديانة ويسطع ويكتب خبرته فيصير محطة أنوار في طريق تطور هذه الديانة، لكنه لا يزعم أبداً أن هذا هو السبيل الوحيد وأنه يحتكم الحقيقة الدينية. ولذلك لم تشهد البشرية عبر تاريخها الطويل المكتوب وتاريخها الأطول غير المكتوب حروب باسم الدين. يعني نحن نعرف إن مصر القديمة كانت يعني الجيوش عندما تتحرك ترفع راية سخمة، هي إلهة لها يعني تجليان، تجلي في زمن السلم اللي هو حتحور البقرة التي تحرث وتدري اللبن وتعطي طبعا اللحم للبشر، إنما في وقت الحرب تتخذ هذه الإلهة المبجلة صورة اللبؤة سخمة وترفع في غاية، ولكن الحرب لا تكون من أجل سخنت، هي يعني رفع رايتها دليل على أن حالة السلام قد تبددت، وده مرتبط بقصة طويلة في الأسطورة أو في الميثولوجي. أنا ما بحبش كلمة أسطورة دي لأنه الناس بقت تستعملها غلط وبيتقالوا إنها الخرافات. لا، الأسطورة هي ما سطر ما كتب، ولما جاء اللفظ القرآني أو الآية أساطير الأولين، يعني ما هو مكتوب عن السابقين، وليس بمعنى ما هو خرافي، إنما في زماننا المعاصر بيحدث خلط كبير في الدلالة بين الاثنين. فإذا يعني قال قائل كلاما لا يستقيم مع العقل وصفناه بأنه كلام أسطوري، هذا مدح له، إنه كلام مسطور مكتوب. على كل حال، في الميثولوجي المصري القديم
كان تحولات حتحور او تحول هذه الإلهة ما بين سورة حتحور البقرة وسورة سخمة اللبؤة المفترسة مرتبط بقصة الخلق إلى آخره. إنما ما يعنينا الآن هو أن مصر القديمة لم تقاتل قبائل الليبو بسبب العقيدة المصرية القديمة. هي كانت تعمل حملات بشعة جدا أحيانا لتأديب هذه القبائل لأنها تغير على الأطراف، أو إن سومر القديمة حيث تعبد نينخرساج التي اتخذت في مرحلة لاحقة وأكثر تحديدا هيئة عشتار، هي لا تقيم حروبا بسبب ديني. وفي الإسكندرية القديمة كان هناك ما يقرب من 200 ديانة موجود في نفس الوقت، عبادة الأم العظيمة وعبادة مثرى والهرمسية والفيثاغورية وبعدين بطليموس الثاني فيلادلفوس في إطار هذا التسامح الديني استقدم من منطقة فلسطين 72 حبر يهودي واستضافهم في الإسكندرية علشان يكتبوا لليهود اللي موجودين في إسكندرية التوراة باللغة اليونانية، لأن اللغة العبرية كانت قد انطمست تماما. وقد بحثت كثيرا في هذه النقطة وأقول مطمئنا لما سوف أقول أن لولا ما فعله بطليموس الثاني في فيلادلفوس وأنتج به الترجمة السبعينية للتوراة لكانت اليهودية قد انتهت إلى غير رجعة، مثل كثير من الديانات التي ظهرت حينا من الدهر ثم اختفت ولم يشعر بها أحد. لكن اللغة، وهتكلم بعد شوية عن النصوص، لكن اللغة تصوغ العالم في أذهاننا ولا تسمح بالاندثار. يعني الأمة العربية بين قوسين اللي احنا بننتمي ليها بقى لها 1200 سنة بتتعرض لطواحن بالقياس لما تعرض له بقى الهنود الحمراء أو سكان استراليا الأصليين أو القبائل اللي في قلب آسيا الأزمنة القديمة. عملية غزو واحدة قضت على الجماعة، ونحن غزو مغولي واستبداد سياسي عثماني ومملوكي وحروب وبقية لأن لها كتاب. عشان كده قلت سابقا في عبارة: من يكتب لا يموت. الكتابة ليست طرفا ذهنيا، هي شهادة بقاء وحضور. نعود من ذلك إلى انقسام الأديان من حيث الجوهر إلى ديانات غنوصية تعتمد على الخبرة المباشرة الفردية وديانات أخرى رسالية، يعني قائمة في جوهرها على أن شخصا ما هو نبي رسول بالمعنى الإسلامي يأتي من السماء بخبر. ومن هؤلاء صاحب القوانين موسى في صيغته العبرانية وفي صيغته العربية أيضا، يعني هو يأتي بألواح مكتوبة بيد الإله أو قبل الميلاد ب500 عام عذرا الكاتب لأغراض سياسية بحتة على فكرة، يدون التوراة مع وجود لمسة إلهية بحسب معتقدهم
أنه كان بالتأييد من روح هميقداش أو روح القدس أو روح عبد المسيح القدوس. نعم؟ والنبي ما تشتتنيش عشان أنا عمال أبص في السماء وبستحضر حاجات. أنا أعرف إنه روح القدوس عند المسيحيين وروح هميقداش عند اليهود وروح القدس عند المسلمين، ولا مشاحة في الاصطلاح. هذه اللمسة الإلهية تضفي على النص الذي كتبه عزرا الكاتب، كاتب لكنه يحكي أسفار موسى الخمسة المعروفة اصطلاحا باسم التوراة، ثم تلحق بها ملحقات سنتحدث عنها بعد قليل، والرسل أو بالصفة الإسلامية الحواريون يكتبون أو يكتب بعضهم أو يستبقى مما كتبوه أربعة أناجيل. ما الإنجيل؟ الكلمة يونانية إنجيليوس، بشارة، خبر صار، هذا كل ما في الأمر. ولكن يصبح الإنجيل عبر عمليات التقديس المتوالية نصا إلهيا، ولا إلهية فيه بالمرة. يعني من درسوا هذا الأمر متفقون بما في ذلك المجامع الكنسية نفسها بالمناسبة، يعني هذا ليس قول الهراطقة ضد المؤمنين، لا، هذا قول الكنيسة أن الأناجيل ظهرت من سنة 80 ميلادية إلى سنة 120 ميلادية، وبعض أصحاب الأناجيل أو بعض الرسل أو بعض الحواريين لو استعملنا اللفظ الإسلامي مثل بطرس لم يرى أصلا السيد المسيح من أصل، ولكنه كتب إنجيل. وفي الإسلام يختلف الأمر، أن النبي مرسل فهو نبي ورسول وله كتاب منزل بنصه، يعني ليس على طريقة التوراة التي كتبها باعتراف أصحابها أو على قول أصحابها عذرا الكاتب بتأييد من روح القدس، ولا الأناجيل التي استبقيت من حوالي 32 إنجيل تم استبقاء الأربعة دول لأن هؤلاء الرسل صاروا مقدسين فتقدس النص. لا، في الإسلام القداسة أو الألوهية كاملة في النص من أساسه بلفظه، فقد نزل من السماء دفعة واحدة ثم تلقاه النبي منجما وكتب. في هذه الديانات الرسالية لا مجال لأن يكون لك رأي آخر، لأن المسألة حسمت، لدينا نص حاسم نزل من السماء بلفظه مثل اعتقادات كثير أو معظم المسلمين، أو كتب بدعم من السماء أو يا سيدي شتتني والله كده، يا ريتني ما قلت لك تعالى عمري، انت شكلك حلو كده وهادي وكويس، بس انا عذر على فكره لانه انا في سنه كده كان لما بحضر محاضره كل شويه عايز اقول حاجه كده، انا مقدر يعني بس عشان ما اطلعش بقى. انه الحضور الالهي وفقا للمعتقد في النص يلغي إمكانية حضور أو مشاركة أو طرح
اي قول اخر، لانه زي ما بنشوف دلوقتي يجي حد يقول لك يا عم ربنا بيقول كده، تتكلم في ربنا كمان؟ لا يا عم مش هتكلم. حسمت، ناهيك عن قطعيه التعبيرات القرانيه حتى لو زيفها المعاصرون. يعني تقعد مع واحد من الطيبين والله العلمانيين دول، والله يعني انا متعاطف معهم، برفض اتجاههم بس متعاطف معهم. يعني مخدر يقول لك يا اخي ربنا ما قالش كده، ربنا قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني ايه يلا بينا، عايز تكفر روح اكفر. يا سيدي لا، الايه ما بتقولش كده، الايه بتقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. دي تحذير مش تخيير. فبالتالي يعني هذا التعامل السبهللي، مع سبهللة كلمة فصيحة على فكرة، وردت في كلام عمر بن الخطاب لا يعيشن أحدكم عايشة سبهللة، يقصد بلا ضبط يعني، أو يكون ما عندوش برنامج فيه. المهم هذا التعامل السبهللي بغرض الالتفاف حوالين النص هو حيلة تعيسة بائسة لن تؤدي إلى شيء، لأنه ببساطة شديدة سيأتي أحدهم ويوجد النص كاملا، وبالتالي لا يوجد ثمة تخيير. هناك تحذير وتنبيه أن كذا وكذا، وهناك أمثلة لا حصر لها على ذلك. إنما ما يعنينا الآن هنا أن الديانات التي تنقسم بالقسمة الأولى إلى ديانات غنوصية وديانات رسالية، وتنقسم من حيث التكوين الداخلي إلى عقيدة عليا معتقدات وإلى عبادات تنظمها الشرائع، تنقسم أيضا بالقسمة الأخيرة هنا إلى ديانات تعددية وديانات توحيدية. الديانات التعددية التعدد فيها يفهم على معنيين. المعنى الأول أن وجود هذا الدين لا يلغي وجود الدين الآخر، وكما أشرت قبل قليل أن الإسكندرية القديمة حيث ظهرت الترجمة السبعينية للتوراة كان فيها يعني عبادة طبعا إله البحر بوسايدون، إله عبادة كان عبادة ديونوسيوس، إله الخمر والإخصاب، وكان بيحتفل بيه بشكل يعني فاحش قوي. راح يعمل يعني كان في شارع أبو قير حاليا، ده كان من زمان اسمه شارع الرئيس، وشارع الرئيس لسه موجود. كانوا يخرجوا اللي هم أصحاب العبادة دي بتمثال خشبي يمثل قضيب الرجل طوله 60 متر، ويجتمع كل أصحاب الديانات الأخرى يحتفلوا، ما ده العيد بتاع ديونوسيوس، لحد ما يوصلوا لبوابة المدينة القديمة طبعا، فيخرجوا في قوارب من ترعة بتعبر من سور المدينة اسمها شريع، ولسه موجود شريع، عشان ليه اصطلاح مفيش ترعة، إلى المنطقة الخلفية من اسكندرية اللي هي دلوقتي اسمها أبيس، إشارة إلى المعبود القديم اللي هو العجل أبيس، بدل البقرة العجل، ده التحول الذكوري التدريجي البطيء للقداسة والألوهية من الأنثى إلى الذكر، فبدل حطحور بدلا من حطحور يأتي العجل أبيس في الزمن السكندري. إنما في هذا الاحتفال
ليه شارب الناس او على الاقل لا يعترضوا، والمتحمسين او يعني المنفتحين بيعبروا بحسب ما قال مانيتون وغيره من المؤرخين اليونان، يعني بيعبروا بالمراكب الى المنطقه الخضراء خلف الاسكندريه، حيث التعبير بتاعه يجد طلاب المتعه التي بلا حدود ما يشتهون. يعني مفيش حظر على شيء، يبقى اصبح في مراتب اهو، مرتبه عدم الاعتراض على اهل هذه الديانه، وفي مرتبه اعلى اللي هي المشاركه في الاحتفال عبر المسيره اللي بتكون في الشارع الرئيس للاسكندريه، وفي مشاركة أكثر إمعانا، وطبعا والناس المنفلتين سواء بقى مؤمن بدينوسوس أو غيره ويخرج معاهم، مدام يعني في متعة بلا حدود يعني جت علي أنا يروح بقى وخلاص. إنما لم نسمع أبدا إنه شخص اتجادل مع شخص بسبب إن ده بيعبد بوسايدون وده بيعبد دينوسوس، او ان دول من اتباع مثرة او دول من العبرانيين اتباع موسى، ما شفناش كده. ولا اتخذ اي موقف رافض لعقيدة او لمذهب فلسفي الا حالة استثنائية وحيدة انه ظهر في عصر بطليموس الثاني فيلسوف اسمه هيجاسيوس دعا للانتحار وان الحياه دي ما تستحقش تتعاش، فمجموعه من الشباب زي ما بيحصل دلوقتي في امريكا وفي بعض امنوا بالكلام ده فانتحروا انتحار جماعي. فهنا جفل الحاكم وامر بابعاد هيجاسيوس عن المدينه، مش بقى قبض عليه ولا اعتقله ولا حطه في لا مش عايزينه لانه كذاب. ليه كذاب؟ لانه اذا هو مؤمن بالكلام ده ما كان انتحر هو الاول، يعني جاي وهو اصلا كان جاي من المدن الخمس الغربيه المسماه الان ليبيا، فيعني ما كان انتحر هناك وريحنا جاي يعمل ايه. انما ان نجد موقفا تاريخيا مسجلا عن نزاع بين افراد او بين جماعات او بين دول في نطاق الديانات المتعددة لن نجد. طبعا في حروب للتوسع وحروب اقتصادية وحروب لانه مثلا علاقات المصاهرة فيعني انهارت فبيبقى في نوع من الانتقام، ماشي كل ده اسباب انسانية واجتماعية ونفسية بحتة، انما السبب ديني ده مش موجود الا ابتداء من اليهودية. واليهود كما نعلم يعني أهل نحيب، طول الوقت اليهودي بينتحب، يعني حتى اليوم وإسرائيل متفوقة عسكريا واقتصاديا عن جموع أو مجموع العرب، تجدوا دائما ما يشكو وينتحب ويتذكر ويأسو ويتألم بسبب الهولوكوست، يعني حالة القتل الجماعي اللي عملها هتلر. وانا كنت اصطدمت 15 سنة كده معهم في الحتة دي، وبرضو هجموني عشان انا بنكر الهولوكوست، قلت لهم انا بنكرش الهولوكوست، انا بقول انه القتلى مليون مش ستة مليون، ومليون وستة مليون كلاهما جريمة أصلا. وعندنا إحنا بقى في تاريخنا العربي والإسلامي هولوكوستات، يعني ما بنقعدش ننتحب كده. والغريب كان كلام معهم أيامها إنه أنتوا الكتاب الوحيد والديانة الوحيدة اللي بتحتفي بالهولوكوست والإبادة، يعني تفتح في التوراة تجد تحت عنوان حروب الرب،
ايه حروب الغمر دي؟ ان موسى النبي وفقا لمعتقدهم كان ربنا زعلان منه شوية، فقال له لا يا موسى انت ما تخشش ارض المعاد. طب مين يخش؟ تلميذك بقى بعد ما انت تموت. فيدخل يهوشع بن نون او يوشع ابن نون بحسب الاسم العربي. فبنص التوراة يبيد 31 مملكة، طبعا مش مملكة هي مدن او قرى يعني، فلا يستبقي منها الا او من بعضها كمان بعضهم يفني بالكامل، البشر والشجر والحيوانات مفيش حي، وفي بعض الممالك على قول التوراة يستبقي منها فقط البنات العذراوات اللواتي لم يلمسهن رجل. وده بداية المفهوم المستعمل اليوم داعشيا، بدايته عبرانية. طب يا ناس هي الممالك دي مش خلق الله برضو؟ خلق الله. طب ايه يعني ابادة ده؟ ايوه ليه؟ عشان احنا ابناء الرب. طيب هذا خلل يواجه المنتج الحضاري للإنسانية عبر 10,000 سنة سابقة. فالحضارة في مصر القديمة وفي جنوب العراق وفي مناطق مضيئة من العالم القديم كانت ترتقي بمجموعة الناس عبر دعم أخلاقيات معينة تقول أن القتل شيء سيء وأن السرقة سيئة وأن الغدر سيء وأن الحب خير وأن العطاء خير وأن مساعدة الضعيف عمل خير إلى آخره. فجاءت التوراة بالنص العبراني لها وليس بالتعديل القرآني كما وصفت في كتاب اللاهوت العربي لتطيح تماما بكل هذه القيم. فأنبياء قتلة، سفاحين، يهوشع بن نون بيدير 31 مملكة ويستبقي بس البنات اللي هم يعني هيسلوه بالليل. باسم ماذا؟ باسم أحادية الحق، إنه لا يوجد خارج التوراة دين. طيب والعبادات الكبرى دي وعبادة زيوس في اليونان وعبادة عشتار كانت ظهرت بقى في بابل وأمون في مصر، لا لا مفيش. هو بس بتاعنا. طب بتاعكم اللي هو مين يعني؟ اللي هو يهوى، يهوى إلهيم، إيل، أهي الذي أهي. حتى الصورة التي ترسمها اليهودية للإله غير محددة، وبعض أدوناي وبعض أسماء زي إلهيم ما تتقالش تنطقهاش. طب نشيل ازاي؟ يقول لك أهي الذي أهي، اللي هو زي ما بنقول احنا بالعامية المصرية كده اللي هو هو، أو اللي بالي بالك. إذن بلا رسم حدود واضحة للإله يتم إهدار كافة الآلهة الأخرى. ثم تأتي المسيحية، المسيح بنص الإنجيل جاي زي ما كده في الإسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وبرضه جاي لهداية خراف
بني إسرائيل الضالة. طيب كويس، روح دي فراح طلعوا عينه في المعبد، راح شتمه. ما هو المسيح برضه في المسيحية غير الصورة الإسلامية للمسيح، يعني في الأناجيل وأعمال الرسل المسيح بيزعق في أمه: اذهبي عني يا امرأة، عايز خمرة يعني يشرب، وتقول له يا ابني كفاية، فيزعق فيها ويقلب الترابيزة في المعبد. اليهودي يقول لهم: يا أولاد الأفاعي، عادي يعني ماشي. طب يا مسيحيين، يعني معنى كده ان انتوا مش ديانة تبشيرية؟ قال لك لا، ما هو جه بقى في الاخر العشاء الاخير وراح قايل لتلامذته اللي هم الرسل عند المسيحيين او الحواريين عند المسلمين: اذهبوا وبشروا جميع الامم. فيصبح لفظ الإنجيل لفظا مقدسا باعتباره دعوة تم إطلاقها من المسيح لتبشير، يعني نقل البشارة إلى جميع الأمم. لم تنتقل البشارة، انتقل القتل وانتقل السفك وانتقل الذبح. وكل من يقرأ في تاريخ المسيحية التي مفروض انها ديانة يعني روحانية خالص، يجد كمية عنف. العنف الإسلامي بالنسبة لها دلع، تعرفين دلع يعني. ويأتي الإسلام بالنص القرآني الحاكم الضابط مرفقا بقاعدة: لا اجتهاد فيما ورد فيه النص. يعني ايه؟ يعني مش بس ان انت كمسلم بتلغي الديانات الاخرى، لا، ده انت كمان داخل نطاق الاسلام ما تفكرش تقول على العين. ولو قعدنا ندور على القاعده دي مين حطها، ما تفهموش كده ازاي لا اجتهاد فيما ورد فيه. طب ممكن نقول حاجة؟ ما تقولش، ربنا قال. طب في جماعة الهندوس كفار، طب في جماعة المسيحيين مشركين، طب في جماعة اليهود قتلت الأنبياء ويتم. طب في بقى واحد ملوش اي دين بقى، ده ضال. يعني ايه؟ يعني مفيش دين اخر الا الاسلام. وعندنا طبعا الايه حاسمه جدا، ان اللي هي حرف التوكيد، ان الدين عند الله. بس تقول لي بقى كونفوشيوسية، تقول لي هرمسية، تقول لي مش عارف مورمون، تقول لي قديم او جديد، مفيش. الاسلام هو الدين، والقرآن هو كلام الله المنزل، حتى مش مقتبس او مستوحى، منزل، ولا اجتهاد مع النص. كده شرحنا الكلمة يعني التالتة من العنوان. نشوف بقى الكلمة الوسط. طولت عليكم؟ هو مش احنا قاعدين يعني؟